رئيس حزب تاج مرغول بأن الحزب مع السيد عبد العزيز بوتفليقة قلبا وقالبا في حال ترشحه لعهدة خامسة، موضحا في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب بأن تاج كان مع الرئيس في عز أزمته الصحية ومن غير المعقول أن يتخلى عنه الآن. التغطية لإيمان طبيب. وإذا ترأس السيد عبد العزيز بوتفليقة فنحن معه قلبا وقالبا، لن نتغير. واضح، احنا عطينا اوفياء للسيد رئيس الجمهورية، اوني كونستو، ما نقدروش نبيعوا الماتش احنا في اخر المطاف. لا، منذ البداية لما رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان في فالدو غراس في فرنسا، فهموا مليح التاريخ، كنا الحزب الوحيد، ارجعوا للتاريخ، الحزب الوحيد اللي خرج ودرنا لقاء ضخم في باتنا في ذاك الوقت اللي كانوا يقولوا بلي رئيس الجمهوريه مات، راه ميت وراكم تكلخونا. في ذاك الوقت بوين العناوين، الصحف الكبرى بالعناوين تخرج بلي رئيس الجمهوريه مستحيل يدخل يعني للوطن حي. في ذلك الوقت في تلك اللحظات خرجنا ودرنا تجمع شعب وقلنا احنا مع رئيس الجمهوريه حي ميت. قلنا احنا مع رئيس الجمهوريه حي ميت. احنا اوفياء. وقلناها باللغة الصيفية، احنا مع عبد العزيز بوتفليقة قلبو رب، احنا أوفياء. وقلناها باللغة الصيفية، احنا مع عبد العزيز بوتفليقة قلبو رب.